جان الجني من ركلة جزاء بيلعب لك كرة. الله العين ما جاي يتعثر، العين جاي يتصدر، جاي يتصدر جانا سمواه اللي لما تحتاجه تلقاه، تلقاه العين يتقدم من ركلة جزاء يصنعها ايكوكم ويترجمها جان. 10 اهدافا في اخر شهر 10 في هذه القمة يضع الكرة في زاوية والحارس في زاوية، العين يتقدم بهدف هنا في استاد محمد بن زايد في الشوط كان فيه هو الافضل، كان فيه هو الاخطر.